خلينا بقى نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في أماكن مختلفة من مصر. هنبتدي جولتنا بطبيعة الحال من القاهرة، ولازم نتعود طبعا على الكثافات والزحمة الصباحية، خصوصا في التوقيتات بتاعت رمضان اللي حصل فيها تغيير كتير في أماكن مختلفة للشغل. هنبتدي جولتنا من كوبري 15 مايو، احنا شايفين سيولة مرورية نسبية، أما الكورنيش هنلاقي فيه كثافات مرورية للمتجه لميدان التحرير، وبعض الكثافات للي مكمل لغاية المعادي وحلوان ولغاية 15 مايو. لو بصينا في اتجاه كوبري أكتوبر لمناطق الإسعاف ورمسيس هنلاقي كثافة على طول الكوبري ولغاية نزلة غمرة والعباسية. أما بقى المتجه شارع بورسعيد وللشرابية وحدائق القبة ولغاية كوبري السواح والأبرية والعكس هيلاقي طبعا بعض الكثافات. لو بصينا بقى على الطريق الدائري الناس هتاخد بالها كويس من الكثافات اللي بتكون موجودة عند مؤسسة الزكاة والمرج والخصوص ولغاية نزلة الطريق الزراعي. نبص بقى على الجيزة وشوارع الجيزة، احنا عارفين ان بيبقى فيه كثافات مرورية بتزيد طبعا مع مواعيد دخول المدارس والجامعات، واحنا عارفين كمان ان في كتير من اعمال الانشاءات اللي موجوده في الجيزه، ده بيأثر على سيوله المرور. هنبتدي من محور 26 يوليو، في كثافات متجهه في اتجاه ميدان لبنان، ومحور صفط اللبن لو بصينا عليه هنلاقي فيه كثافات مروريه. لو بصينا بقى على شارع الهرم هنلاقي ان في كثافات بتزيد مع مواعيد دخول الموظفين ومواعيد دخول المدارس في مناطق مشعل وشارع العشرين ولغايه الطلبيه، وهنلاقي كثافات عاليه متجه لكوبري الجيزة وشارع فيصل بمناطق الطوابق ولغاية العشرين. هنلاقي كثافات تانية ظهرت في شارع السودان ولغاية جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة، واحنا عارفين ان المنطقة دي فيها بعض الإصلاحات. هنلاقي كمان كثافات مرورية متحركة في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان قريب من محطة مترو جامعة القاهرة، وده طبعا يعني كثافة معتادة في الوقت ده. نروح بقى نشوف سوهاج ونبتدي فيها من محطة قطر سوهاج، والطريق عندها بيشهد بعض الكثافات النسبية لكن بعدها الأمور بتبقى سهلة وبسيطة. لو بصينا ومشينا كمان على طول طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط طريق العارف بطريق الحواويش هنلاقي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان في الطرق المؤدية للجامعة وهنلاقي بعض الكثافات النسبية. هنلاقي كمان كثافات بسيطة عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. لو بصينا بقى على طريق الحواويش نفسه هنلاقي ان السيولة المرورية فيه نسبية او يعني تميل الى السيولة المرورية. لو بصينا على طريق اخميم جرجة هنلاقي برضو سيولة مرورية في الاتجاهين لمدينة سوهاج او العكس، ولو بصينا على طريق اسوان الزراعي الغربي هنلاقي سيولة مرورية تامة ومفيش اي مشاكل. نروح لبني سويف ونبتدي من كوبري بني سويف، احنا شايفين سيولة مرورية نسبية موجودة على كوبري بني سويف، ولو بصينا على كورنيش بني سويف هنلاقي برضو سيولة مرورية. هنكمل من الكورنيش ولغاية ما بنوصل لغاية مكتب التأمينات في بني سويف ومبنى المحافظة، الطريق ليهم ما فيهوش أي مشاكل وهنلاقي سيولة مرورية. ممكن نلاقي بعض الكثافات عند موقف محيي الدين ببني سويف وطريق أسوان الزراعي الغربي عند مدخل بني سويف، لكن كلها كثافات متحركة مش هتأثر على الحركة. دلوقتي بقى تعالوا مع بعض نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية للنهاردة. هنبتدي مع بعض بالدولار الأمريكي، سعر البيع 18.31، الشراء 18.21، اليورو بيع 20.15 قرش، شراء 20.3 قرش، الجنيه الاسترليني بيع 23.99 وشراء 23.85، الفرنك السويسري البيع 19 قرش 74 والشراء 19.62، اليوان الصيني بيع 2.87 وشراء 2.86، الميتين ياباني البيع 14.91 والشراء 14.83، الريال السعودي البيع 4.88 والشراء 4.85، الدينار الكويتي البيع 60.21 والشراء 59.80، الدرهم الإماراتي البيع 4.98 والشراء 4.95.
وبالنسبة بقى لأسعار الذهب خلينا نشوف عيار 18 سجل معانا 835 جنيه للجرام، عيار 21 سجل 975 جنيه للجرام، عيار 24 سجل 1114 جنيه، والجنيه الذهب سجل النهاردة 7800 جنيه. خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة بقى سريعة في أحوال الطقس النهاردة. والطقس النهاردة هيكون فيه ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، هيوصل لسبع درجات في القاهرة. الجو هيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وفي كمان يعني أتربة عالقة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 39 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في الأقصر 42 درجة، والأقل هتكون في كاترين 30 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل أثناء حلقتنا.